قوات سوريا الديمقراطية فاجأت الفصائل المسلحة المقربة من إيران والجيش السوري بهجوم بري كبير صباح هذا اليوم وبالقرب من الحدود العراقية. وتفاصيل هذه المسألة تحدثت عنها العديد من الوكالات المهمة مثل وكالة رويترز والمرصد السوري لحقوق الإنسان. وهذا الهجوم جاء من ثلاث أطراف. الطرف الأول هو مجلس دير الزور العسكرية تابع لقوات سوريا الديمقراطية، وأغلب من هم موجودين في هذا المجلس هم من المكون العربي بالإضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية، والطرف الثالث هو القيادة المركزية الأمريكية. هذه الاشتباكات والمعارك التي بدأت صباح هذا اليوم هي في دير الزور، هنا تحديدا في هذه النقطة على مسافة 114 كيلومترا عن الحدود العراقية السورية، وهي جاءت بالضبط باتجاه القرى السبع القريبة للغاية طبعا من دير الزور، وتأتي باتجاه شرق نهر الفرات. هذه هي دير الزور وهنا القرى السبع، هذه صورة توضح وهي أوضح عن طبيعة هذه السيطرة والتواجد في هذه المنطقة. لاحظ هذه هي دير الزور والقرى السبع، هي تبدأ من الطابية وخشام باتجاه أو وصولا إلى الصالحية وإلى الحسينية، وهنالك قاعدة أمريكية مهمة هنا باتجاه حقلي كونيكو، وهي قاعدة كونيكو التي تتواجد فيها القوات الأمريكية بالقرب من القرى السبع التي نتحدث عنها، وأن القوات الأمريكية جاهزة ومجهزة بشكل كبير في هذه القاعدة. إذا ما اتجهنا لها الآن مباشرة بالقمر الصناعي سترى بأن هنالك منطادا راداريا بحوزة الولايات المتحدة الأمريكية لكشف أي هجمات قادمة باتجاه هذه القاعدة. ترى أيضا بأن هنالك العديد من المدرعات الموجودة الخاصة بالجيش الأمريكي، مساكن للجنود الأمريكيين، وكذلك أن هنالك أبراج للاتصالات ورادارات أخرى، والأهم من كل ذلك هو المدفعية. هنالك مدفعية أمريكية كما نلاحظ موجودة في هذه القاعدة إلى الشمال من القاعدة، مدفعين كما هي واضحة من القمر الصناعي. بشكل عام هذه المنطقة وطبيعة السيطرة عليها هي تأتي كالآتي: قوات سوريا الديمقراطية موجودة في هذه المناطق، وكذلك قاعدة كونيكو التي تتواجد فيها القوات الأمريكية كما تحدثنا، وهذه المنطقة القرى السبع التي نتحدث عنها هي تحت سيطرة الجيش العربي السوري بالإضافة إلى الفصائل المسلحة المقربة من إيران، من ضمنها طبعا لواء الباقر. ودير الزور هي تعتبر نقطة رئيسية بالنسبة لهذه الفصائل، نقطة لتخزين الكثير من الأسلحة والقدرات الصاروخية والطائرات المسيرة التي تمتلكها هذه الفصائل المسلحة، بالإضافة إلى أنهم يمتلكون مطار دير الزور العسكرية المهم للغاية أيضا لنقل الأسلحة لهذه المنطقة، ولديهم أيضا قدرات ومنصات لإطلاق الصواريخ من هذه المناطق بأكملها إلى الغرب من نهر الفرات، وكذلك أيضا في نفس القرى السبع يمتلكون أيضا قدرات صاروخية من أجل مهاجمة مناطق قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية، وبالتالي هي تعتبر خط متقدم أو نقطة متقدمة للفصائل والجيش العربي السوري باتجاه قوات سوريا الديمقراطية، وكذلك القاعدة الأمريكية التي تبعد ما يقرب 4.5 كيلومترا فقط من هذه القرى السبع التي نتحدث عنها. بالتالي الفكرة الأساسية من هذا الهجوم من قوات سوريا الديمقراطية الذي بدأته صباح هذا اليوم هو أبعاد طبعا الفصائل المسلحة والجيش العربي السوري والسيطرة على هذه القرى بالكامل، وبالتالي السيطرة على كل القرى أو كل ما هو موجود شرق نهر الفرات، وأبعاد الجيش السوري من هذه المناطق بأكملها، وكذلك أبعاد الخطر عن قوات سوريا الديمقراطية وعن مناطق سيطرتها، وأبعاد الخطر أيضا عن قاعدة كونيكو والقوات الأمريكية. والأهم من ذلك أن هنالك 70,000 من النازحين من القرى السبع قد تركوا هذه القرى بعد كل ما جرى وسيطرة الجيش السوري والفصائل المسلحة على هذه المنطقة. هذه التطورات والتفكير التكتيكي القادم من قبل قوات سوريا الديمقراطية بدأ منذ الأسبوع الماضي بعد بدء المعارضة السورية بهجومها الكبير باتجاه حلب وباتجاه كذلك جنوب إدلب حماة وحمص، ولا زالت الأمور تتطور بشكل كبير، وبالتالي قوات سوريا الديمقراطية وجدت بأن هنالك فرصة لإخلاء والسيطرة على هذه المنطقة بالتمام والكمال. وعلى هذا الأساس هم بدأوا بتحشيدات كبيرة في الأيام القليلة الماضية مع تطور الوضع العسكري والأمور العسكرية، وبدأت القوات الأمريكية الموجودة في هذه القاعدة باستخدام المدفعية الخاصة بها وكذلك الطيران الخاص بها في توجيه عدد من الضربات على مواقع الفصائل
المسلحة المقربة من إيران والجيش السوري المنتشر في هذه المنطقة للتمهيد لهذا التقدم الذي تخطط له قوات سوريا الديمقراطية. وكانت هنالك نقاط للجيش الروسي منتشرة في هذه المنطقة، انسحبت طبعا القوات الروسية من هذه المنطقة، وهنا عرفت الفصائل المسلحة المقربة من إيران بأن الأمور ستكون صعبة في الفترة القادمة. وجاء الجيش العربي السوري أيضا وحشد باتجاه القرى السبع، وعرفوا بأن هنالك هجوما قادما، وبدأ فعلا الهجوم صباح هذا اليوم في تمام الساعة 6 صباحا من العديد من المحاور. أولى هذه المحاور تأتي باتجاه الصالحية وكذلك الحسينية التي تشهد الكثير من المعارك، أيضا إلى وسط هذه القرى، وكذلك باتجاه خشام، وكذلك باتجاه الطابية قادمة، وهذا المحور الجديد قادما من قبل عقيدات أو جديد عقيدات هنا من هذه المنطقة من أجل السيطرة طبعا على هذه القرى السبع. والمعارك كبيرة وكبيرة للغاية، وظهرت الطائرات الأمريكية وهي تحلق بشكل منخفض في توجيه الضربات على هذه المواقع، لا بل إنهم استخدموا الفسفور الأبيض كما هو واضح من طبيعة هذه الضربات صباح وظهر هذا اليوم كما نلاحظ. كذلك أن طائرات الـ A-10 Warthog المتخصصة في ضرب الأهداف البرية طبعا قد ظهرت أيضا وهي تحلق بهذه الطريقة وتضرب الأهداف الموجودة الخاصة بالفصائل، وضربت العديد والعديد من المواقع. وهذه كانت اللحظات الأولى الخاصة بقوات سوريا الديمقراطية وهي تتقدم باتجاه الفصائل المسلحة المقربة من إيران وكذلك الجيش العربي السوري، وقاموا باستخدام العديد من الجرافات لجعل الطريق واضحا وفتح الطرق لقوات سوريا الديمقراطية لتحقيق هذا التقدم. أما من جهة أخرى لواء الباقر والفصائل المسلحة الأخرى ظهرت وهي تطلق، لواء الباقر يطلق الصواريخ بهذا الشكل باتجاه قاعدة كونيكو باتجاه مواقع قوات سوريا الديمقراطية لإفشال هذا الهجوم، وكان هنالك قصفا كبيرا على مواقع قوات سوريا الديمقراطية. بالتالي هي معارك ليست بالسهلة التي تجري في هذه المنطقة، لكن استراتيجيا والنظر البعيد عما يجري هنا هو أن هنالك قاعدتين مهمتين باتجاه دير الزور. الأولى هي كونيكو التي تحدثنا عنها، والثانية هي قاعدة حقل العمر النفطية التي تأتي باتجاه منطقة الميادين. وكما تحدثنا فإن دير الزور بالإضافة إلى الميادين هي تعتبر من المناطق الاستراتيجية المهمة بالنسبة للفصائل المسلحة المقربة من إيران بشكل عام، وبالتالي أن تأتي قوات سوريا الديمقراطية وأن تصل إلى القرى السبع سيفتح لها الباب أساسا لاستغلال الأوضاع مع تدهورها على النظام السوري بأن تندفع وتسيطر في المستقبل كأمر محتمل على محافظة دير الزور أو حتى باتجاه الميادين. والسيطرة على هذه المناطق يعني قطع طريق مهم للغاية لإمداد الأسلحة يمتد من القائم إلى البوكمال مباشرة إلى الميادين أو دير الزور، وعادة النقل السلاحي والأفراد لهذه المنطقة يستخدم ضد هذه القواعد الأمريكية، أو أنه سيقطع في حقيقة الأمر لأن الطريق يمتد من هذه المنطقة إلى دير الزور، ومن دير الزور يمتد الطريق الرئيسي باتجاه تدمر التي تعتبر نقطة مركزة ومهمة بالنسبة لهذه الفصائل بشكل عام، ومنها تتوزع الأسلحة طبعا. أما أن تتجه إلى دمشق لمساندة من؟ الجيش العربي السوري أو الفصائل المسلحة الموجودة في دمشق أو الموجودة والمنتشرة عند مرتفعات الجولان بشكل عام، أو أن يتم نقل هذا السلاح باتجاه حمص وبعدها إلى حماة، أو ينتقل هذا السلاح إلى حمص ومن ثم ينتقل إلى حزب الله اللبناني لمحاربة إسرائيل بشكل عام. وبالتالي هذه الطرق الآن قطعها بهذه الطريقة وأي تقدم وسيطرة باتجاه محافظة دير الزور كخطوة قادمة ما بعد القرى السبع يفتح الباب أيضا لأمور قادمة ومتطورة باتجاه الميادين، يعني تغير الوضع بالتمام والكمال. ولا بد من الانتباه بأن هنالك طرفا حتى هذه اللحظة لم يدخل هذه المعركة وهو جيش سوريا الحرة الذي يتواجد في قاعدة التنف وهو تحت التدريب الأمريكي في هذه القاعدة الرئيسية والمهمة للغاية في هذه النقطة الاستراتيجية. وطبعا جيش سوريا الحرة في ظل هذه الظروف ممكن له أن يفكر في التقدم باتجاه تدمر وقطع هذا الطريق الذي نتحدث عنه، أو حتى فتح الباب للتقدم إلى قاعدة الإمام علي الموجودة تحت الأرض في الداخل السوري وهي من القواعد المهمة بالنسبة لهذه الفصائل المسلحة المقربة من إيران. بالتالي نلاحظ هنا بأن هنالك اشتباكات ومعارك
معارك تجري في هذه المنطقة بالإضافة لكل العمليات القادمة من فصائل أو المعارضة السورية بشكل عام وتقدمها باتجاه حماة بشكل عام. بالتالي هذه الحدود العراقية مع الإجراءات العراقية الكبيرة الجارية في حقيقة الأمر عند كافة أجزاء هذه الحدود والترقب والرقابة الكبيرة القادمة من القوات العراقية وغلقها للحدود هو طبعا يأتي مهما للغاية في حالة تطورت الأمور إلى هذه الدرجة وأصبحت الاشتباكات أقرب وأقرب على الحدود العراقية، خاصة إذا ما جاءت أيضا القبائل العربية لتصعد مرة أخرى في البوكمال وفي المناطق القريبة منها، وهذه كلها مسألة وقت مع تصاعد الأمور ضد الجيش العربي السوري بشكل عام. وطبعا الأمور بدأت تتطور على النظام السوري بشكل خطير باتجاه حماة. الوضع يوم أمس تغير اليوم بشكل هائل، نلاحظ إذا ما اقتربنا من هذه الجزئية من معركة حماة ستلاحظ بحسب اللايف يو ماب بأن الخارطة قد تغيرت هنا قبل وهنا بعد، تلاحظ أن هنالك تغيرا وتقدما كبير وتقدم كبير من المعارضة السورية. وإذا ما اقتربنا بشكل أكبر من هذه النقاط فإن الأنباء العاجلة تحدثت قبل هذا التحديث بأن في حقيقة الأمر الأطراف المعارضة هنا قد تقدمت، والمعارضة السورية قد وصلت إلى طيبة الإمام ووصلت إلى حلفاية، وهي بدأت بالضغط على خطاب هذه البلدة الصغيرة، وهذه نقطة مهمة للغاية تركز عليها المعارضة السورية لأنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى الوصول إلى الطريق 56 وبعد ذلك إلى الطريق 35، وهذه طرق رئيسية ومهمة بعد سيطرتهم طبعا على صوران وما بعد صوران، لأن من هذه المنطقة المعارضة قادرة على الهجوم على شمال حلب، وكذلك هم وصلوا كما هو واضح إلى الطريق المؤدي إلى شمال شرق حلب بهذا الاتجاه. بالتالي الوصول إلى هذين الطريقين لن يوفر فقط الفرصة للمعارضة السورية لمهاجمة شمال غرب حماة، لا أبدا، بل هو يوفر الفرصة لهم أيضا للسيطرة على مطار حماة المهم للغاية، حيث أن هذا المطار يتعرض إلى ضغط كبير من المعارضة السورية بالطائرات المسيرة التي أظهرت فعالية كبيرة في ضرباتها، حيث أنهم يستهدفون تحديدا الطائرات الحربية الخاصة بالجيش العربي السوري الموجود في هذا المطار، وكذلك يقومون باستهداف أيضا الدبابات والراجمات الصاروخية الموجودة والمتحصنة في هذه المنطقة بالطائرات المسيرة التي واضح جدا أن الجيش العربي السوري غير مستعد لها أبدا، وهذا التكتيك خدم كثيرا المعارضة السورية في تحقيق مثل هذا التقدم. وكانت هنالك لقطات قد انتشرت للمعارضة السورية توضح لك كيف أنهم يطلقون الطائرات المسيرة وبعدها تأتي لاستهداف الطائرات الحربية الخاصة بالجيش السوري مثل هذه الضربة التي جاءت هنا، ونلاحظ إذا ما حددنا هذا الموقع بسرعة سنلاحظ بأننا أمام علامات طبعا واضحة لهذه المنطقة التي من المفترض أن تكون مطار حماة الذي يعتبر مهما واستراتيجيا بالنسبة للمعارضة السورية. نتجه إلى القمر الصناعية الآن بسرعة ونحاول أن نقترب الآن من هذا المطار الذي تعتبر المعركة فيه معركة مصيرية بالنسبة لحماة، وهذه هي النقطة بالضبط التي كانت ظاهرة من خلال التصوير الخاص بهذه المعارضة السورية وما نشرته، تلاحظ هي نفس المنطقة بالضبط التي كانت ظاهرة من تصوير هذه الطائرة المسيرة، يوضح لك فعلا أن النقاط أو النقطة الموجودة لهذه الطائرات الحربية كانت موجودة هنا، وأساسا هي مرصودة، معروف أن هنالك طائرات حربية للجيش السوري منتشرة في هذه النقطة. لاحظ إذا ما عدنا قليلا من القمر الصناعي سترى بأن هنالك عددا من الطائرات الحربية الموجودة في هذه النقطة، ما زاد الطين بلة هو ظهور طبعا والضربات. طبعا لابد أن ننتبه وقبل أن نذهب إلى ما جرى باتجاه دمشق أن هنالك طائرات مسيرة كما هو واضح ضربت أيضا الدبابات في داخل حماة، لكن ما طور الأمور بشكل خطير هو ثوار القلمون الذين ظهروا فجأة بهذه الطريقة وأعلنوا بأنهم مساندين للمعارضة السورية. وفي القلمون تحديدا عندما تتحدث عن القلمون تتحدث عن منطقة أبدت إسنادها الكامل ودعمها الكامل للمعارضة السورية في عدد من المنشورات بهذه الطريقة، وبعدها ظهرت طبعا هذه الجماعة لكي توضح بأنهم حاضرين للقتال مع المعارضة. وعندما نتحدث عن القلمون نتحدث عن منطقة تأتي بهذا الاتجاه في هذه النقطة تحديدا للمعارضة السورية على مسافة ما يقرب 20 كيلومترا أو حتى أقل من 20 كيلومترا
من العاصمة السورية دمشق، وهذا قد يعني بأن هنالك الكثير من الخلايا النائمة التي ممكن أن تظهر في أي مكان، قد تظهر حتى في درعا على سبيل المثال، وأن تظهر حتى في داخل العاصمة السورية دمشق. والمشكلة التي تواجهها الآن دمشق بأن الكثير من قطعاتها وقواتها من الفرقة الرابعة وكذلك الفرقة 25 من القوات الخاصة السورية قد غادرت إلى حمص وإلى حماة من أجل طبعا القتال في هذه المناطق ضد المعارضة السورية، وبالتالي أن تأتي هذه الجماعات والخلايا النائمة أن تظهر بهذه الطريقة فجأة هو يقطع طبعا الإمدادات القادمة من دمشق مباشرة باتجاه الجيش العربي السوري لإسناده في هذه المعارك، يحاصرهم تماما ويعطي قدرة للمعارضة للتقدم بشكل أكبر، وكذلك يجعل العاصمة السورية دمشق ويضعها تحت النار. وطبعا من أيضا يوضع تحت النار هو التواجد الروسي المنتشر على البحر المتوسط، هم مضطرين تماما بالنسبة للروس هنا إذا ما تطورت الأمور بشكل أكبر الانسحاب من هذه المنطقة ومن قواعدهم، وبالتالي نحن أمام ظروف كبيرة وخطيرة للغاية هي تتطور ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة، والجميع ينتظر ويترقب كيف من الممكن أن تتطور هذه الأمور في الأيام والساعات القليلة القادمة.